أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحمل الأحد 27 يونيو حزيران 2021. عاطفيا يمكنك أن تصدق أنك لا تستطيع أن تفعل الصواب لارتكاب الخطأ عندما يتعلق الأمر بشخص ما، مثل ما تعتقد أن شيئا ما أصبح قابلا للإدارة، فإنه فعلا أو تعليق واحد غير دار يسبب اضطرابا أو يلغي ما خلق الهدوء. لكن من المحتمل أن تكون هناك ظروف أعمق وأكثر تعقيدا. تبقى قطاع، صدق أن كل ما تتعامل معه ليس متروكا لك تماما. مهنيا أنت لست حريص جدا على التواصل، لذلك من الممكن حدوث تدهور في العلاقات مع القيادة أو الرؤساء. امتنع عن النقد وعبر عن رأيك بالصيغة الصحيحة. يتذكر برج الحمل الوظيفي أن الجدول الزمني المزدحم يمكن أن يؤثر سلبا على رفاهيتك. حاول أن تحصل على قسط من الراحة أثناء استراحة الغداء. استراحة قصيرة ستفيدك فترة مع مرور عطارد على برج الجوزاء مواتية للرفقة. حاول أن تكون ودودا تجاه زملائك. ماليا عندما يغادر القمر قطاع حياتك المهنية ويختتم قمر كامل قبل يومين، يجب أن تشعر بمزيد من التمكين على الصعيدين المهني والمالي. الأسبوع الذي بدأ مع ضغط القمر على كلا الكوكبين في قطاع الدخل الخاص بك ينتهي بجانب ودي على مدار الأيام القليلة الماضية، مما يمنح كل من الدخل والزخم المهني رياحا خلفية. صحيا اقضي يومك بعيدا عن الشوارع المدينة الصاخبة وكن قريبا قدر الإمكان من الطبيعة. ينصح برج الحمل الصحي ببدء الصباح مع الشحن والاستحمام المتباين. ابحث عن نشاط تحبه أو اذهب إلى الحديقة أو اسبح في المسبح. المشاعر الإيجابية مضمونة. القمر في برج الدلو له تأثير سلبي على الجهاز العصبي. إذا شعرت بالضعف والدوران فحاول أن تهدأ، فهذا سيساعدك على روائح اللافندر وخشب الصندل.